بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. المناقب العظيمة للا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. الذكر العظيم غفل عنه بعض الناس، أو ربما كثير من الناس، ولو يعلمون الثواب العظيم في هذا الذكر لبكوا دما على تقصيرهم. الذكر له فضائل عظيمة جدا ومناقب عظيمة جدا، هو افضل ما قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وافضل شيء يقال في يوم عرفه، لذلك سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقال لنا 100 مره كل يوم. شوف بقى، لو انت تقول 100 مره كل يوم ماذا ستحصل من الثواب العظيم؟ اول شيء هتاخد ثواب عتق 100 رقبه في سبيل الله، كانك اعتقت 100 عبد في سبيل الله. 100 عبد 100 عبد. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، في صحيح الامام المنذري في كتاب الترغيب والترغيب، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل عتق رقبه. وفي حديث اخر من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره، كانت له بعدل عتق 40 رقبه من ولد بني اسماعيل. فجمع بين الحديث وبعضها، الرسول صلى الله عليه وسلم خص في ال 40 رقبه من ولد بني اسماعيل، عتق رقبه من ولد بني اسماعيل تساوي عتق رقبتين ونص من الناس زينا احنا، اللي هما مش من سلسال، مش من قريش او مش من بني هاشم، لان قريش افضل العرب وافضل قريش بني هاشم. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت من خيار من خيار خلقت من خيار ثم من خيار ثم من خيار. الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاه من بني هاشم، اصطفاني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاني من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريش من العرب، واصطفى العرب من 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 العالم. فالعرب افضل من العجم في الحسب والنسب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من العرب، وافضل العرب قريش، وافضل قريش بني هاشم. فانا خيار من خيار من خيار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى انا هاخد عتق 100 رقبه، دي اول حاجه. المنقبه الثانيه، شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، من قال وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، طول اليوم لا يصيبك شيطان، عين ولا جن، وعين جن ولا عين امس، وتحفظ من المصائب والكوارث، تحفظك تحرز لك من الشيطان ومن الكوارث. المنقبه الثالثه، تعرف يعني ايه تعتق 100 عبد؟ يعني كانك تصدقت ب 10 مليون او 20 مليون جنيه. الجاموس الان او البقره تباع في السوق ب 20,000 جنيه، ما بالك لو عندك عبد مسلم تقي تملكه وروحت للسوق تبيعه، هتبيعه بكام؟ 100,000 200,000. طب اضرب 100 في 200,000، يبقى كانك تصدقت ب 20 مليون جنيه، او اعتقد 100 عبد، الاثنين سيان في الميزان يوم القيامه. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لم ياتي احد يوم القيامه بعمل افضل مما جاء به الا ان يقول مثل ما قال او افضل مما قال. من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره، لم ياتي احد يوم القيامه بعمل افضل مما جاء به الا ان يقول مثل ما قال او افضل مما قال. يعني حتى لو حج واعتمر وجاهد في سبيل الله، حتى لو حج واعتمر وجاهد في سبيل الله، كان مقصرا في لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لم ياتي بعمل افضل منه. يبقى لا اله الا الله وحده لا شريك له في 100 مره في الميزان افضل من حج وعمره وجاهد في سبيل الله. يبقى اللي بيحج ويعتمر وجاهد في سبيل الله بس ما بيقولش الذكر ده كل يوم مش هيصل الى اللي بيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مره كل يوم. حتى لو الثاني، حتى لو صاحب الذكر ده ما بيحجش وما بيعتمرش وما بيجيش، بس هو بس بيقول الذكر ده كل يوم. يبقى اللي بيقولش لا اله الا الله 100 مره كل يوم ملك ولا الحمد يخسر قد ايه؟ خساره فادحه لن يعلم مداها الا يوم القيامه. ايضا من مناقب عظيم لهذا الذكر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ولا يحل لذنب ان يدركه الا الشرك. وقال العلماء في تفسير هذا الشق في الحديث لم ياتي احد يوم القيامه افضل مما جاء به الا ان يقول مثل ما قال، ولا ثم قال عليه الصلاه والسلام تعقيبا في الناس ولا يحل لذنب ان يدركه الا الشرك. قال العلماء ما فيش ذنب ممكن يطول هذا الانسان او يهلكه الا ان يموت مشرك او كافر. طب افرض عمل كبائر ثانيه، لا ما فيش ذنب هيدركه، لا يحل لذنب ان يدركه الا 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 ان يموت مشرك، لا يحل لذنب ان يدركه الا الشرك، يعني يموت كافر مشرك بس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يحيطك بسياج يحميك من الذنوب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انك مغفور لك مقدما قبل ان تفعل الذنب، ان الله سبحانه وتعالى سيلهمك التوبه اذا وقعت في الذنب، ستعصى من الذنوب طبعا الاثم والانبياء فقط، ولكن ستحيطك
هالة سياج يحميك من الذنوب بقولك الذكر، لأن من جراء الحسنة أن توفق إلى حسنة أعظم وأعظم، وأن يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين المعصية، يحول بينك وبين المعصية. ونحن نقول صيام عاشوراء كما قال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. طب السنة المقبلة إزاي؟ أنا لسه ما عشهاش. يقول لك يا بيعني يمنعك الله سبحانه وتعالى من فعل السيئات، ولذا فعلت سيئة تقولها متوب. كذلك هذا الذكر العظيم لا يحل لذنب أن يدرك إلا الشرك، بسم الله، إلا الشرك. أي ذنب تاني كان ربنا سبحانه وتعالى يحميك من الذنوب، ولو وقعت في ذنب يهلك التوبة. في إيه أعظم من كده؟ يبقى هتاخد أجر. يبقى أول حاجة، أول منقبة تاخد عتق 100 رقبة في ميزان يوم القيامة. تاني حاجة تاخد أجر أكثر من اللي ياخده المجاهدين في سبيل الله والحجاج والمعتمرين اللي مقصرون في هذا الذكر. هذا الذكر 100 مرة أفضل من الجهاد والحج والعمرة، للجهاد في سبيل الله والحج والعمرة في ميزان يوم القيامة. كأنك جاهدت وكأنك حجيت وكأنك اعتمرت. ده أعظم الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم غدا فاضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم. في الحديث الصحيح قلنا بلى، الرسول قال: ذكر الله. وهذا أعظم الذكر. تالت حاجة، مفيش ذنب ممكن يدركك إلا الشرك. رابع حاجة، كانت حرزا لك من الشيطان، كانت حرزا لك، حرزا من الشيطان تحميك طول اليوم من عين الجن والعين الإنس والمصائب. يا إما تاخد عتق 100 رقبة.